المسلحة، هناك تعاون من القوات المسلحة المصرية والداخلية. زي ما قلنا القوات المسلحة هي التي تولت عملية تأمين الصناديق داخل مقر اللجان. النهاردة الحمد لله العملية، يعني لابد أننا ننوه على الدور الإيجابي اللي بتقوم به كل الأجهزة ممثلة في القوات المسلحة، في الداخلية، الجهاز التنفيذي، السادة القضاء والمستشارين، التعاون الكامل منهم سواء من المحكمة، سواء من اللجنة العامة، سواء من أبنائنا وزملائنا القضاء اللي بيشرفوا على العملية، تعاون الشعب المصري ووعيه في الإقبال. إن شاء الله ده بعتبر أمس واليوم والمرحلة الأولى هو عيد للديمقراطية في مصر بعد ثورة 25 يناير. سيدة المحافظ، وماذا على الاستعداد لعملية الفرز؟ يعني دي أهم مرحلة، يعني أنا بحييك على السؤال لأن ده سؤال مهم جدا جدا جدا. الحمد لله إحنا عندنا 5 مقرات لعمليات الفرز. المقر الأول موجود في مجمع دمنهور الثقافي، المقر الثاني موجود في ملاعب كفر الدوار، الثالث بأبو المصامير، الرابع في الدلنجات، والخامس في إيتاي البارود. تم إقامة سراد كبير جدا بيسع عدد الدوائر في كل مقر. احنا قسمنا الصرادق من الداخل الى بعدد الدوائر اللي هتدخل فيها، بمعنى يعني مثلا دائرة دمنهور فيها بندر دمنهور، فيها مرجس دمنهور، فيها المحمودية، معمول قواطع بحيث ان الصناديق بتدخل. جهزنا في كل مقر انتخابي 40 من ابنائنا العاملين للقيام بعملية انزال الصناديق. تأمين دخول المقر الفرز يتولاه القوات المسلحة المصرية، دخول السادة القضاء ومن يراه من معاونيه في اللجنة، وكذا ممثلي الأحزاب والمرشحين سواء بالقائمة أو الفردي. تم عمل مركز طبي داخل كل مركز انتخابي، توفير سيارة إسعاف، توفير سيارة حماية مدنية، توفير محول كهرباء إضافي موجود على أساس لا قدر الله لو انقطعت الكهرباء يتم الإيصال. عمل استراحات للسادة المستشارين على أساس أنه هو هيستمر في العمل استمرار كبير جدا جدا جدا. وكنا احنا في البداية يسرنا على السادة المستشارين في عملية استلام المظاريف أن المحافظة صنعت 3450 شنطة لوضع المظروف فيها، وبالتالي وهو عائد هيكون كل الأوراق الاختراع موجودة مع يعني اللي هي المحاضر والكلام ده مع الصناديق اللي هتتم بإذن الله. هناك أماكن لدخول الصناديق، هناك أماكن لخروج الصناديق الفارغة. احنا رصدنا كل السلبيات اللي تمت في المرحلة الأولى، ونحمد الله أن الحمد لله تلفناها في اليوم الأول، ونتمنى هو النجاح أن تتم عملية الفرز بسلام وتلص للصناديق من خلال التأمين اللي هيتم للصناديق والتي تنقل من اللجان الفرعية إلى المقر، وتبدأ عملية الفرز بعد انتهاء عملية الاقتراع مساء اليوم بإذن الله، ونتمنى لم يبقى إلا التوفيق من الله الأعلى. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة، شكرا لحضرتك على كل هذه المعلومات. بينضم لنا الآن أيضا على الهاتف سيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. سيادة اللواء صباح الخير، برحب بحضرتك في الحياة الآن. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيادة اللواء، إيه أخبار العملية الانتخابية اليوم في السويس؟ والله الأمور ماشية تمام. في حضرتك عندنا النهاردة 390 لجنة شغالين اليوم الثاني على التوالي، في إقبال متوسط على اللجان أقل من امبارح طبعا بكثير، إنما في بعض اللجان برضو عليها كثافة. وحضرتك احنا عندنا الخدمات بتاعتنا الشرطة والجيش واقفة قدام كل اللجان، والأمور كويسة الحمد لله والشكر لله. طيب كيف تم تأمين صناديق استعدادا اليوم النهاردة؟ النهارده حضرتك ان شاء الله باذن الله عقد غلق باب الانتخاب، الصناديق هيتم منحها كلها بمعرفه الساده القضاء والقضاه، وكل الصناديق هتنقل تحت اشراف القضائي الكامل من اللجنه لغايه مقر الفرز بشركه النصر البترول. صرادق احنا عاملينه كبير جدا عشان نتلافى فيه المشاكل اللي حصلت في الفرز في المرحله الاولى، وهيتم نقلهم تحت حراسه عربيه شرطه مدنيه وعربيه شرطه عسكريه. نعم سيادة اللواء، الحقيقة يعني هل رصدتم أي مخالفات أو تجاوزات في السويس؟ لأن اللي احنا عرفناه أن كان في بعض التجاوزات في مختلف المحافظات ويتم اتخاذ إجراءات حيالها. تمام حضرتك، احنا بنشتغل لينا دور إيجابي المرة دي غير اللي قبل كده. احنا بنمنع الدعاية خالص عشان فترة الصمت الانتخابي اللجان، وأي شخص بيحاول يعمل دعاية أمام باب لجنة من اللجان بيتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة. نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.
وطبعا يعني استاذ علي احنا هنتكلم عن الدعايه وما يحدث فيها، لان المستشار عبد المعز ابراهيم نفسه قال ان في يعني مخالفات وتجاوزات حصلت، لكن احنا لسه ما خلصناش موضوعنا. ماذا فعلت الاحزاب السياسيه حتى تجاري احزاب يعني لها مرجعيه اسلاميه زي ما نقدر نقول؟ الحقيقه هي لم تنتبه الاحزاب لمساله استخدام الدين في الدعايه السياسيه.